شهدت العاصمة المصرية القاهرة مؤخرا صدور العدد الأول من مجلة كردستان، وذلك عن مركز القاهرة للدراسات الكردية. ففي ظل التغيرات السياسية التي شهدتها وتشهدها المنطقة والعالم، يعد إصدار مجلة كردستان ضرورة ملحة للتعريف بالقضية الكردية خاصة لدى شعوب المنطقة، إلى جانب التعرف بحقوقه المشروعة والمسلوبة في ظل تآمر دولي وإقليمي مكشوف من خلال سياسات رجعية تعصبية لا تزال قائمة بحق هذا الشعب، مما جعل وجود منبر يطل منه الكرد في دولة كمصر خطوة هامة للتعريف بالقضية ومعرفة أصحابها عن قرب. الحقيقة أن فكرة مجلة كردستان الثقافية أعتقد أن هي مهمة وملحة في هذا الوقت، لأنه إذا كان الأمير بدرخان أصدر المجلة الجريدة الأولى على المستوى الكردي قبل 124 عاما وهي صحيفة كردستان، أصدرها لأنه كان هناك ضرورة ملحة لإزكاء وتقوية وترسيخ البعد والانتماء الوطني والقومي للكرد. أيضا بدرخان في مقدمته أو في افتتاحيته لصحيفة كردستان دعا الكرد إلى العلم وإلى التعلم والثقافة كأحد الوسائل الأساسية لكي يرتقي الكرد ولكي ينتمي أو يزيد لديهم الشعور القومي. ومن خلال هذه المجلة ستعاد اللبنة الأولى لبناء قاعدة التواصل بين الكرد والشعب المصري والعربي، فالشارع العربي والمصري لا يعرف كثيرا عن الكرد، وإن عرف فهي معلومات مغلوطة ومشوهة وأكاذيب رسخت في الذاكرة بفعل ترسانة الإعلامية الضخمة للأنظمة الحاكمة في الدول التي يعيش فيها الكرد. من هنا جاءت أهمية إصدار مجلة كردستان بمثابة لسان الكرد ووسيلتهم للتواصل مع المصريين والعرب وللتعريف بتاريخهم وتراثهم وحقوقهم وثقافتهم وآدابهم بأقلام كردية بعيدة عن كتابات الآخر الذي لم يكن منصفا في كثير من الأوقات. صدور مجلة كردستان التي يرأسها في الوقت الحالي وهي فكرته بطبيعة الحال السيد عبد الفتاح، وبالتالي فإن هذه المجلة تعتبر بوابة واسعة للثقافة الكردية المكتوبة باللغة العربية لتصل إلى المثقفين والمتابعين العرب، وهذا أمر كان من المفترض أن تقوم به جهات أخرى. أعتقد أن في هذا الوقت الذي نعيش فيه وجود جريدة أو مجلة للكرد تمثل بالنسبة لهم لسان حلهم وجسر التواصل مع الأمم والقوميات والشعوب الأخرى ضرورة ملحة، لأن هناك في عصرنا الحالي هناك غياب للفهم الحقيقي للشعب الكردي وللقضية الكردية والحقوق الكردية المشروعة. إذا قلنا أن هناك جهود كبيرة ومشكورة ومساعي دبلوماسية وسياسية من خلال القادة الكرد وفي المقدمة منهم الزعيم الكردي مسعود برزاني في مد جسور العلاقات السياسية والدبلوماسية مع الدول المجاورة، والحقيقة أنه حقق نجاحا كبيرا وملحوظا في هذا. مجلة كردستان هي رسالة للمصريين والعرب تدعو من خلال نخبة من الكتاب إلى ترسيخ القيم الإنسانية النبيلة التي تميز الشعب الكردي للتعايش والتآخي والتعاون والمحبة، ومن هنا كان إصدارها باللغة العربية. المجلة مفتوح صفحاتها لكل كاتب ومثقف وقارئ كردي بهدف العمل لفتح قنوات لحوار إنساني ثقافي يخدم القضية الكردية أينما كانت. كان معكم محمد صابر، زاجروس العربية، القاهرة.